بحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة سي تي في, في في كل مكان في العالم وأينما كنتم حلقة جديدة ولقاء متجدد مع حضراتكم في برنامجكم بستان العقيدة جولة روحية في عقيدة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية البستان المليء بالزهور الجميلة والمستقيمة اللي استلمناها من السيد المسيح نفسه والأباء الرسل حلقتنا النهاردة حلقة خاصة بقدمها مكان زميلتي هبة لغاية لما ترجع من أجازتها بألف سلامة حلقة النهاردة بنتكلم فيها عن أفراح القيامة فرحتنا عملية الفداء وبقيامه السيد المسيح من الاموات قصر شوكه الموت حبا فينا ومن اجل خلصنا وعلمنا ازاي نحيا حياه القيامه وننتصر على انفسنا وارواحنا واجسادنا ونفرح ببهجه القيامه. خلوني في البدايه ارحب بسيدنا نيافه الحبر الجليل الأمبر رفائيل اسقف عام كنائس وسط القاهره. بنرحب بنيافتك جدا سيدنا معانا وسعداء ومتباركين ومتشرفين بوجود نيافتك معانا دائما بتعليمك الجليل. الجميلة والمستقيمة أه نحب نبدا مع يفتك سيدنا النهارده بمجموعه من الاسئله اللي بعتوها لنا الساده المشاهدين ويعني وي اول سؤال بيتكلم عن تمثيليه القيامه كلنا بننتظر قداس عيد القيامه عشان نحضر التمثيليه الجميله اللي بيكون فيها الشماس من بره وباب الهيكل مقفول وبنقول الحان جميله وبنقول افتحوا ايها الملوك ابوابكم ونفضل نخبط على الباب ثلاث مرات فمحتاجين يفتك لو تشرح لنا تمثيليه القيامه وليه بيحصل فيها كده هي على فكره القيامه مش حاجه قديمه في الكنيسه القبطيه دي يعني من ايام البابا كيرلس الخامس كان نقلها الينا من الروم احد القمامسه بتوع الكنيسه المرقصيه في كلوب بي وهو اللي الف المديحه بتاعه يا كل الصفوف السمائيين ليها معنى جميل كان ملائكه من بره باب الفردوس وملايكه من جوه فالملايكه اللي بره بيقولوا للي جوه افتحوا عشان ملك المجد جاي فيفتحوا عشان يدخل المسيح الى الفردوس ومعه نفوس الابرار ليها بهجتها وليها جمالها وبقت ليها يعني البعد الشعبي اللي خلى الناس يعني يحبوها قوي بتعمل بهجه جميله في الكنيسه يعني <applause> كلنا بنبقى منتظرين لحظه فتح الهيكل والدف بقى يشتغل والمعلم يقول الالحان والجميله يعني فبتبقى صحيح. لحظه جميله وبتخلينا نعيش اجواء القيامه واجواء الفرح بالظبط سؤال ثاني ما لنا سيدنا بيقول ازاي اعيش افراح القيامه بجد في ايام الخمسين المقدسه ولما يحصل فطور في حياتي اعمل ايه علشان خاطر انتصر عليه وطبعا احنا دايما بنعاني من المشكله دي ان الصيام الكبير بيبقى شادين حيلنا قوي والنغمات بتاعة الصيام ونفس نفس الانقطاع فترة طويلة والقدسات المتأخرة والمطانيات والنبوات اللي بتتقري الجو بتاع الصيام الكبير له بهجته الخشوعية بعد كده الكنيسة ترفعنا إلى بهجة القيامة فأحيانا ال الإحساس الروحي يبتدي يهبط بتاع النسكيات والحيانة. طبعا مش مطلوب نسكيات في الخمسين ف كتير مننا يكسل وتلاقي اللي استفادوا في الصيام ضاع منه في الخمسين مش مفروض يكون كده مفروض ان انا دايما اتامل في قيامه المسيح وان هو منتصر وان انا لازم اكون منتصر بيه ومبتهج لما يجي الشيطان يحاربني في الصيام الكبير بقول له اختشي ده صيام كبير طب لما يجي يحاربني في الخمسين اقول له اختشي دي خمسين ده قيامه المسيح ما يصحش ان انا اقع وانه وقعت اقوم وطبعا ما فيش في الصيام في الخمسين لكن ممكن نستعيد عنها بصلاة يسوع والتأملات الجميلة وألحان القيامة نفسها لما نقعد نقولها في بيتنا أو في مشوارنا وإحنا رايحين من مكان لمكان يعني عيش بهجة القيامة بألحانها بطقسها بالفرحة بتاعتها وكان في زمان تقليد إن في الخمسين في القداس محدش يقعد نبقى واقفين باستمرار علامة القيامة مم. لدرجة ان المرد بتاع ايها الجلوس قفه كانش ممكن يتقري في الوقت ده كان يتقال بدل كرياليسون مم. موجودة كده في مخطوط ترتيب البيعة يقولون كرياليسون بدل ايها الجلوس قفه على تبرك كل الناس واقفين علامة ان احنا رفعين رأسنا بالمسيح جميل يا سيدنا وكنيستنا دايما بتعلمنا ب... ب... باسلوب جميل ودايما بترمز لكل حاجه ب... ب... بوسيله ايضاح نقدر نقول عليها مختلفه بحيث تثبت في دماغنا. بزاق. من ضمن الاسئله اللي لما لنا سيدنا حد بيسال في وقت الخمسين المقدسه بنس... بنصلي اي قداس؟ الكرولوسي ولا البسيلي ولا الغرغوري ولا الكرولوسي؟ احنا في كنيستنا القبطيه متروك اختيار القداس لحريه الكاهن. مم. يعني فيش الزام. بعض الكتب يقول لك في الايام الفرايح يصلوا غرغوري على اساس ليه يعني نغماته الجميله لكن في حريه كامله للكاهن يختار باسيلي او غرغوري او كرولوس المهم بس الثلاث قداسات ما ياخدش حاجه براهم يعني <applause> بنشوف في فترة الصيام الكبير القداس الغرغوري بيبقى بيستخدم بشكل أكبر بيبقى فيه أجزاء جميلة وصلوات جميلة فعلا بتع... يعني بتعيشنا في أجواء الصوم الكبير وبتمهدنا لأسبوع الألام وبتمهدنا لي يعني فرحة القيامة فكان بيبقى قداس جميل جدا يا سيدنا هو الفكرة أن القداس الغرغوري م. بياخد وقت أطول آه فإحنا ذهنيا ونفسيا في الصيام الكبير مستعدين نصلي قداس طويل م. فبيبقى فرصه لابونا طالما الشعب جاهز ان هو يحضر قداس في الحان طويله ووقت متاخر وخصوصا ان احنا بنحتاج كمان نطول في القداس شويه عشان الناس اللي في شغلها تلحق تيجي وتتناول فبتبقى فرصه ان احنا نصلي غرغوري لكن ما هواش قاعده ان انا لازم في الصيام الكبير اصلي غرغوري او لازم في العياده اصلي حاجه معينه يعني برضو متروكه لحريه الكاهن في الاختيار وفي نفس الوقت بيعامل حسابه عشان الشعب اللي وراه ما يسرحش منه وما ينفصلش عنه، عشان انا في الهيكل متعزي والشعب تايه مني فنبقى في اتفاق انا عارف ان في وقت عندنا نقدر نصلي فبناخد راحتنا، الوقت قليل عشان الناس عندها شغل او عندها التزامات فبصلي القداس اللي هو ما يخليش الناس تبقى قاعده متوتره وخايفه تتاخر. يعني الكاهن اللي بيقود الليتورجية والمعلم لازم يكون عنده السنس ان هو يحس بالناس فما احنا في وادي والشعب في وادي كلنا مشتركين مع بعض صحيح وساعات بيحصل نقدر نقول ميكس ما بين القداس البسيلي والغرغوري يعني وتسابونا بيصلي قداس بسيلي ونشوف بعض القطع او بعض الصلوات بيجيبها او بيقراها او بيصليها من القداس الغرغوري مفيش ما يمنع يعني الطلبه مثلا بتاعت آه اسالك المر... أيون المسيح آه. هنا مثلا وبتاعت كمان شفاء للمرضى التربتين دول ممكن تاخدوا لحن الجنينان ممكن يتاخد أم. فممكن ممكن يبقى يحصل حاجه الخليط ده يعني في قداس انتشر في الفترة الأخيرة كنت بسمعه باستمرار وبسمع مقاطع منه القداس الحبشي وبيبقى في بعض الأجزاء ناس كتيرة بيحبوها وبيشيروها وبيسمعوها القداس الحبشي ده يعني هل اتصلى في الحبشة وبيستخدم في الحبشة بشكل أكتر أو مين اللي كتبه وهل ممكن نصليه هنا في كنايسنا في مصر؟ هو إحنا كان عندنا في مصر 14 قداس زمان 14 توليجية اتنقلوا للحبشة م. هم بيصلوا بيهم لغاية دلوقتي إحنا عندنا بقى نركز على البسيلي والغرغوري والكرولوسي فقط واصبح ما ينفعش اصلي بره الثلاثه دول لو في قداس تاني عايزين نستخدمه لازم المجمع المقدس يراجعه ويوافق عليه لان انا ما اضمنش بعد ما القداسات كان بصلي بيها واستخدمت في حته تاني حصل فيها تغيير ولا لا لان القداس يعبر عن الايمان مم. فمش مفروض أي كاهن يصلي أي قداس غير التلاتة دول بس، واللي عايز حاجة لازم يتواصل مع لجنة الطقوس في المجمع المقدس. الموضوع مش بالساهل كده، أي قداس نسمعه أي جزء طبعا. يعجبنا نقوله طبعا. على طول. فما إحنا عندنا قداسات من العصور القديمة جدًا زي قداس القديس رابيون في قداسات بتستخدم في كنائس أخرى زي قداس يوحنا ذهبي الفم، ده القداس الرئيسي عند الروم. في قداس اسمه قداس القديس يعقوب. موجود في انطاكيا وفي اورشليم فاحنا لا نلتزم بقدساتنا القبطيه الثلاثه واذا حد ليه راي يبقى يتشاور مع لجنه الطقوس هي اللي ترفعه للمجمع والمجمع هو اللي ياخد القرار. جميل جدا يا سيدنا من ضمن الاسئله اللي ما لنا حد بيتكلم عن القديسه العذراء مريم بيقول لي الكتاب المقدس ما ذكرش اي حاجه عن القديسه العذراء مريم من بعد القيامه. طبعا العذراء مريم دي عباره عن قدس الاقداس. هي سر الأسرار فلم يذكر عنها أي شيء إلا ما يخص قصة خلاصنا اللي هي بشارة الملاك جبرائيل ليها قبولها للبشارة زيارتها لأليسابات ولادة السيد المسيح طفولة المسيح المبكرة زيارة المجوز زيارة الرعاة وبعدين ذكر حتة لما كان السيد المسيح عنده 12 سنة وفي الهيكل يعني زاغ منهم ودوروا عليه وبعدين مره ذكر ان هي راحت عشان تشوف المسيح اثناء خدمته كانت بتشوفه ثلاث سنين مش بتشوفه لانه سابها وقعد يتجول من, مك من مكان لمكان للكرازه وبعدين شوهدت العذراء مريم عند الصليب واقفه يعني مشاركه لابنها في الامه واحزانه وتعبه لكن مجرد المسيح أسلم الروح كانت العذراء استريحت لأنه خلاص أنهى آلامه وسمعت كلامه أن يوحنا الحبيب ياخدها عنده في بيته فاستقرت في بيت يوحنا لغاية لما تنيحت فهي وهي الإنسانة الوديعة الهادية الصامتة اللي بتتكلمش ذكر عنها في إنجيل لو أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها فكان جواها مخزن أسرار ودي ميزة في العذراء مريم إن هي ما تتكلم فيمكن يكون ده أحد الأسباب إن ربنا اختارها من دون من دون كل النساء لأنها كانت كتومة صحيح قد إيه كانت شخصية وديعة وشخصية عجيبة بالتأكيد عشان كده ربنا مخزن اختارها دونا عن كل النساء العادة صحيح سؤال تاني ما يا سيدنا عن السمك المشوي <applause> ليه السيد المسيح كان دايما بيحب ياكل السمك المشوي حتى بعد القيامه اكل مع التلاميذ سمك مشوي وهل السمك المشوي ليه دلاله السيد المسيح طبعا السمك شيء معين هو ببساطه كده انه كان يسكن في منطقه ساحليه بيت صيدا دي سموها بيت صيدا لان المهنه م. الرئيسيه للسكان هي الصيد م. ومعظم تلاميذه كانوا من بيت صيد الجليل والمنطقه كانت كلها على بحر طبريه او بحر الجليل وتلامذته معظمهم من الصيادين فواضح ان الاكله الشعبيه البسيطه اللي بيستخدمها الناس الغلابه كانت هذا السمك السمك المشوي معناها ان هو حتى ما استخدمناش معاه زيت مجرد ان هو بيتشوي على نار فيعبر عن اكله بسيطه بتاعه الفقراء كان المسيح يشارك في هذه الوجبه يعني لكن ما يمنعش المسيح اكل انواع اخرى ولم يذكر تفاصيلها يعني نستاذن يفتك نطلع نشوف تقرير صغير ونسمع اسئله الاطفال اللي دايما بيبهرونا باسئلتهم وتفكيرهم العميق في يعني تحديدا موضوع القيامه نستاذن حضراتكم نطلع نتابع التقرير ونسمع اسئله الاطفال ونرجع نجاوب عليها مره تاني مع سيدنا الانبا رافائيل ليه ربنا ما وضحش لليهود ان الهيكل اللي هو هيهدمه هو هو جسده وسؤال تاني يا سيدنا ليه ربنا اضاف يهوذا الاسخريوطي مع معه في التلاميذ رغم ان هو كان عارف ان هو هيخونه قوات السعود على جبل الزيتون هل كل الناس شافت ربنا وهو صاعد ولا التلاميذ بس ولو التلاميذ بس ليه هم بس هو الملكة هيلينا أخدت قد إيه عشان تطلع الصليب؟ هل الصليب اتقطع وتوزع على كنايس اللي هو موجود ايه هو فين؟ التلاميذ كانوا فين وقت الصلب؟ ليه الرب يسوع أخد وقت طويل قوي عبال ما اتجسد وفدانا وخ... وغفر لنا خطايانا؟ هو ليه الصعود بعد القيامة بأربعين يوم؟ ليه ربنا اختار إنه يصعد على جبل الزيتون تحديدا؟ هو ليه ربنا صعد طالما هو كده كده هيجي في المجيء التاني؟ اهلا بحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان في العالم مره تاني ونجاوب على اسئله الاطفال الجميله والعميقه من سيدنا الانبا رافائيل اسئله جميله سيدنا وده آ... ان ده يدل على أولادنا متاسسين صح واولادنا بيفكروا صح واولادنا حابين ان هم يتعلموا وحابين ان هم يعرفوا آ... اول سؤال بيقوله سيدنا ليه ربنا وضحش لليهود آ... يعني في الهيكل ان هو هيهدمه هو هو جسده وليه ربنا اضاف يهوذا مع التلاميذ مع انه هو كان عارف انه هيخونه اول سؤال المسيح قال صراحه لليهود انقذوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه قديس يوحنا قال في الإنجيل كان يقصد هيكل جسده هنا عايز ربنا يقول لنا الهيكل والكنيسة ما حجارة لكن هي إحنا أعضاء جسده المسيح هد الهيكل الحجر عشان يبني هيكل لحمي هو البشر المتحدين به ونصير إحنا الكنيسة المسيح رأس وإحنا الجسد احنا اعضاء وده معنى عميق جدا قد يكون المبنى بالحجاره بيشير اليه عشان كده ما زلنا عندنا مباني بالطوب والحجاره ومتزينه عشان نجتمع فيها للصلاه لكن واحنا جوه الكنيسه عارفين ان الكنيسه الحقيقيه هي احنا مش المباني وهو وصل لهم المعلومه دي بس هم ما كانوش فاهمينها كويس حكايه بقى ليه اختار يهوذا أحنا عايزين نفرق ما بين ربنا أختار إنسان للخدمة أو أختاره أنه يوديه السماء، الله لو أختار ناس يوديهم السماء يبقى في ناس أتظلمت وناس أخدت فرصتها، فبالتالي ربنا مش بيختار حد للسماء لأن كل إنسان هو اللي بيحدد إذا كان هيروح ولا مش هيروح بحسب الإيمان والأعمال والشركة مع المسيح في ناس رفض المسيح يبقى هو بإرادته حرم نفسه من السماء وفي إنسان تاني بيأمل بالمسيح ويتحد بيه ولما يغلط بيتوب وعايش حياة كويسة يبقى بيختار إن هو يمشي في سكة السماء لو احنا قلنا إن ربنا اختار فلان عشان يروح السماء وفلان يروح جهنم تبقى يبقى بيبين إن الله عنده ناس ناس يعني عنده محاباة لكن هو بيختار للخدمة ممكن يختارني يعملني اسقف يختارك شماس يختار حد تاني يبقى بابا حد تاني يبقى كاهن حد يبقى اب في البيت بيربي ولاده فدي اختيارات لخدمة الاخرين هذا الاختيار مش معناها لازم الانسان اللي ربنا اختاره الخدمة يدخل السام لازم ياخد باله من نفسه بقى لانه لو ربنا اختاره للخدمة وهو اهمل الخدمة ممكن يضيع نفسه لو هو كان كويس وانحرف يبقى ضيع نفسه زي مثلا في العهد القديم كلنا فاكرين قصة شاول الملك ربنا اختاره يبقى ملك هو كان راجل كويس لكن لما انحرف ضيع نفسه فإحنا دي رسالة لكل واحد فينا ربنا اختاره للخدمة إن ياخد باله ويبقى حريص وبيتوب دايما عشان ما يضيعش أبديته ربنا عارف إن يهوذا هيضيع ومع ذلك اختاروا الخدمه عشان يوصل لنا الرساله البسيطه دي اوعى تفكر ربنا لما اختارك تبقى خادم معناها تضمن انك دخلت السماء لازم تبقى حريص وزي ما المسيح قال الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص صحيح كل واحد مسؤول عن خلاص نفسه بالظبط سؤال تاني من ضمن الأسئلة اللي سألوها الأطفال هل الناس كلها شافت بابا يسوع هو, هو صعد على جبل الزيتون ولا التلاميذ بس وليه التلاميذ بس طبعا اللي شافوه هم اللي كانوا موجودين وقتها ممكن يكون التلاميذ معهم بعض الناس لكن مش كل الجمهور ليه لأن أيام المسيح وصعوده مفروض أن هم زي ما قلنا في حلقة سابقة موضوع إيمان فانا لازم أأمن بحاجة ما شفتهاش. طب هأمن إزاي؟ لازم في ناس يشوفوا ويشهدوا لي. وطبعا لو احنا قلنا كل الناس شافوه، طب احنا دلوقتي في القرن ال21 كنا هنشوفه إزاي؟ بقية الشعوب في كل الأماكن في العالم هيشوفوه إزاي؟ فكفاية إن في مجموعة موثوق فيها يشهدوا شهادة حقيقية بدون كذب وبدون اختلاق. واحنا بناء على شهادتهم نصدق وزي ما قلنا برضو في الحلقه السابقه ان الدلاله على ان هم ما كانوش بيكذبوا ان هم لما نشروا الخبر بتاع قيامه المسيح وصعوده اتحملوا متاعب كثيره في سبيل نشر الخبر ده ونالوا اكاليل الشهاده لو هم بيكذبوا كان هيتراجعوا مش هيكملوا الكرازه بحاجه هم مش متاكدين منها صحيح ودايما بنقول يعني ربنا ما بيسيبش نفسه بلا شاهد يعني اكيد طبعا من ضمن الاسئله اللي اتسالت لنا سيدنا من الاطفال في التقرير الملكه هيلانيا اخذت وقت قد ايه عشان تطلع الصليب المقدس هي طبعا القصه بتذكر ان هي جابت جيش معاها وجت من القسطنطينيه وقعدت تدور على الصليب مش عارفه مكانه تسال الناس مش عارفين لان كان عدى حوالي 300 سنه لكن بعد كده في واحد اسمه اسحاق السامري جابته وقالت له انت تعرف مكانه فقال لها في كومة زبالة موجودة في الحتة دي دي تحتها الصليب طب عرفت ازاي قال لي انا عارف زمان لما دفنوا الصليب هنا بدأت الناس اليهود اللي هما بيحبوش المسيح يجيبوا الزبالة ويرموها على الصليب علشان يخفصوه وما يبقاش باين يعني هي امرت الجنود اللي معاها يحفروا لغايه ما طلعوا اللي وجدوا ثلاث صلبان بتاع المسيح وبتاع اثنين للصين التانيين تصادف مرور جنازه وفي ميت حطوه على حد من الصلبان ما قامش الصليب التاني ما قامش الصليب الثالث قام فهم عرفوا ده صليب المسيح فدي القصه اللي موجوده مش بس في الكنيسه القبطيه لكن كمان موجوده في الكنائس الاخرى اللي هي بتؤمن معانا بنفس الايمان. <applause> بيسالوا هل الصليب اتقطع وتوزع على بعض الكنائس زي ما بيحصل مع بعض رفات الاباء يحصل بيحصل طبعا ولو موجود مكانه فين طبعا في يعني اجزاء من الصليب موجوده في اماكن كثيره لان الملكه هيلانا اخذت معها اجزاء في اجزاء طبعا ما زالت في في القدس وفي اجزاء في القسطنطينية وفي اجزاء في روما واحيانا تلاقي في حد جايب يعني زي شازيا كده يقول لك دي من الصليب يعني احنا يهمنا الصليب مش الخشبه نفسها لكن المعنى بتاعه اللي هو التعب من اجل الله نحمل الصليب بمعنى ان احنا نتعب من اجل المسيح. صحيح. آه بيسالوا كمان يا سيدنا عن التلاميذ، التلاميذ كانوا فين وقت القيامه ووقت الصليب؟ وقت الصليب طبعا هم كانوا مع المسيح يوم الخميس بالليل ساعه ما تناولوا جسده ودمه وراحوا معاه لغايه بستانجة الثماني. ساعة القبض على المسيح كلهم هربوا لم يتبقى غير بطرس ويوحنا يوحنا كان عنده ثقة واقف مطمن لأن معروف عند رئيس الكهنة لكن بطرس كان خايف مرعوب عشان كده أنكر المسيح ويهوذا لما شاف إن هو المسيح اتقبض عليه بالمنظر ده ندم وراح يرد لهم الفلوس فهم طبعا احتقروه وراح اشتروا بالفلوس دي حقل الفخاري مقبرة للغرباء وراح خنق نفسه فاصبح عندنا واحد مات وواحد واقف آه مطمن شويه ان هو معروف اللي هو يوحنا وواحد انكر المسيح وخرج برا بكى بكاء مره يبقى التسعه هربوا يبدو بقى لما هربوا راحوا اتجمعوا في العليه وقفلوا الابواب وهم خايفين وقعدوا في المنظر ده في الحاله دي لغايه قيامة المسيح لما جالهم الأبواب مغلقة وطمنهم وفرحهم وأعطاهم السلام وعرفوا أن المسيح قام بالحقيقة ولمسوا بيسألوا برضو سيدنا ليه الرب يسوع أخذ وقت طويل على ما اتجسد وفدانا في حاجة اسمها تدبير الخلاص أو تدبير الفداء لو المسيح جه بدري أو أيام آدم أو أيام نوح وأيام أخنوخ كان ممكن الناس تعتبره ده اسطوره من وراء التاريخ ومش هنصدقه حكاوي تتحكي زمان لكن هو قصد يجي في وقت يبقى في حضارة وفي ناس بتكتب تاريخ في دولة رومانية وفي جيش وفي والي وفي ناس بتكتب محاضر وبتكتب عشان النهاردة محدش يقدر يشكك في ان المسيح شخص حقيقي ظهر في التاريخ نفس الوقت يكون في لغة انتشرت في العالم كله اللي هي اللغة اليونانية عشان يقدر الناس من خلال اللغه اليونانيه عرفوا الايمان والكتاب المقدس يترجم لليوناني والعهد الجديد يكتب باليوناني الدوله الرومانيه كانت عامله طرق واسعه عشان الجيش يتحرك من مكان لمكان يظبط البلد فدي كانت فرصه للرسل يتحركوا في الطرق دي عشان يكرزوا بالانجيل يعني كل حاجه ربنا كان مرتبها ليها معاد محدد صحيح لو سالنا السؤال او حد سال السؤال بشكل مختلف ليه السيد المسيح اتجسد وفدينا في العصر ده وفي الوقت ده ليه ما اخرش عمليه الفداء والتجسد لوقت تاني وجي في العصر اللي احنا بنعيشه اه رغم ان العصر اللي احنا بنعيشه فامثل حاجه ان هو يكون موجود معانا في الوقت ده حروب في كل مكان في العالم وامراض طبعا ومتشر. هو كده كده موجود معانا يعني حتى قبل ما يتجسد هو معانا تجسده كان معانا بعد التجسد معانا هو مش شرط يكون موجود معانا كده بجسده ولحمه وشحمه لكن يكفي ان هو جه في معاد هو عارفه هو اللي محدده وكتابه سماه ملء الزمان وهو ده الميعاد الاوبتيمم او المثالي بالنسبه لمجيء المسيح طبعا بعد كده الاجيال اللي جت اللي هي الـ 21 قرن اللي احنا عشناهم دول البشريه كلها متمتعه بنور الانجيل ونور المسيح وبقى في قديسين كتير لكن قبل ما جه المسيح كان العالم كله وثني لو ما جاش المسيح غير اليومين دول كان يبقى العالم كله وثني لغايه دلوقتي لكن في قديسين كتير على مدى الاجيال بسبب ما جه المسيح في تجسده صاروا قديسين وعارفين ربنا كويس صحيح حسين ربنا كان ليه حكمه طبعا كان طبعا. صعب جدا نفضل عايشين في الوثنيه طول القرون دي كلها طبعا. بيسالوا تاني اسئله كتير من ضمنها ليه الصعود كان بعد القيامه ب 40 يوم؟ رقم 40 في الكتاب المقدس سر وليه يعني تميز يعني مثلا في قصه الطوفان رقم 40 ده تذكر كتير موسى صم 40 يوم فوق الجبل مرتين وإليه صم 40 يوم سيد المسيح صم 40 يوم وقعد على الأرض بعد القيامة أربعين يوم يبدو أن أربعين دي عبارة عن أربعة في عشرة عشرة هي الوصايا العشر اللي بتمثل ناموس الله ووصيته لنا وأربعة اللي هي أقطار الأرض شرق غرب بحري إبلي فكأن معناها الأربعين يوم يعبروا عن انتشار كلمة الله في كل العالم ولذلك الكاهن بعد ما يترسم بيقعد في الدير أربعين يوم يستلم الذبيحة فالرقم ده ليه اعتباره في الكنيسة جميل يا سيدنا في سؤال اتكرر مرة تاني بيتكلم برضو عن ليه ربنا اختار الناس على جبل الزيتون تحديدا أو اختار الناس اللي يشوفوه على جبل الزيتون هو طبعا المسيح ما كانش في جبل الزيتون فقط هو راح أماكن عديدة وكان بيتنقل من مكان لمكان عشان ناس كتير تشوفه ساعة تجسد المسيح كانت منطقة فلسطين متقسمة ثلاث قطاعات في الجنوب اليهودية عاصمتها أورشليم وفي الشمال في الجليل والسامرة كان المسيح بيتنقل ما بين الثلاث مناطق دي وفي كل منطقة كان ناس تشوفه وتتعلم منه وتتلمذ ليه وتآمن بيه طبعا جبل الزيتون ده أحد الأماكن اللي راحها المسيح وفي جبال كتيرة زي جبل موعزة جبل التجلي إلى آخره يعني لكن هو إدى فرصة لناس كتير تشوفه وأماكن كتير يزورها صحيح سؤال جميل طفل بيسأله ليه ربنا صعد طالما كده كده جاي في المجيء التاني ليه ما فضلش موجود معانا آه مش هيبقى في مجيء تاني هو أريد هيفضل معانا على طول هو طبعا المسيح مكانه السماء مش في الأرض هو جه الأرض عشان يعمل تدبير الخلاص وخلصوا وطلع السماء مستنينا بقى عشان كده قال ايه انا ذاهب لاعد لكم مكان ومتى اعددت لكم مكان اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا فهو كان بيجهز المكان وهيجي بقى في المجيء التاني عشان ياخدنا يودينا المكان الجميل اللي هو بيوضبه لنا دلوقتي في السماء هناك احنا كده خلصنا أسئلة التقرير وأسئلة الأطفال نكمل مجموعة من الأسئلة تاني اللي بعتت لنا من مشاهدينا على مواقع وصفحات السوشيال ميديا المختلفة في حد بيسأل سيدنا سؤال ثاني بيقول ازاي المسيح فضل في القبر ثلاثة أيام وخلال الثلاث أيام ده كان بيعمل ايه هو طبعا اللي كان في القبر هو جسد المسيح لكن لم يعين فساد لكن روح المسيح الإنسانية ذهب الى الجحيم وحرر الناس اللي كانوا محبوسين على رجاء مجيء المسيح أخدهم ودهم الفردوس وقعد معهم الثلاث أيام دول في الفردوس وبعدين نزل اتحد بالجسد الموجود في القبر وقام من الأموات خرج من القبر والحجر موجود وبعد كده بدأ الظهورات عشان يطمننا إن هو قام ويأكد القيامة وقعد على الأرض بجسده ده الحي القائم بالأموات لمدة أربعين يوم وفي الاخر اخذ معاه الجسد ده وصعد الى السماوات. تمام يا سيدة من ضمن الاسئله من حد بعت لنا بيقول هي المراه ينفع تترشم بالزيت في ليله ابو غلمسيس اثناء الطمس او تاكل وتتناول في القداس او تاخد برج بركه الاجساد او اجساد القديسين؟ اه طبعا ما فيش ما يمنع هو بس تمتنع عن التناول. لكن الزيت بتاع ابو غلمسيس ده مش سر من اسرار الكنيسه السابعه فممكن تدهن بعادي. تمام يا سيدنا سؤال تاني ليه مجمع القديسين بيتقال في قداس عيد القيامة والمفروض الاهتمام كله يكون برب المجد ما احنا طول السنة بنهتم برب المجد وبنذكر القديسين ايه اللي يمنع ان احنا نذكر القديسين هو احنا نهتم بالمسيح ليلة العيد بس ما احنا مهتمين طول السنة القديسين هم الحاشية عارف الملك لما يجي مع الحاشية بيبقوا حواليه تخيل رئيس الجمهوريه راح يحضر مؤتمر تلاقي الوزاره كلها حاضره معاه. فاحنا كده لما المسيح بيجي جاي معاه كل القديسين فبنحتفل بيهم مع المسيح، لكن طبعا المسيح فوق الكل. صحيح. على المذبح جسد المسيح مش جسد قديس. لكن هم حاضرين معانا لانهم بيشاركونا في صلواتنا واحنا بنشاركهم في صلواتنا. وكلهم شهود ليه في الاخر يعني. طبعا. صحيح. هو نفسه هيجي في ربوات قديسيه زي ما قال في في الكتاب المقدس هيجي في المجيء الثاني في ربوات قدسيه م. لما قال هيجي على سحابه ما هي دي سحابه الشهود اللي قال عنها بولس الرسول ان كل القديسين جايين معاه في في المجيء الثاني عشان ياخدنا معاه احنا كمان ونطلع مع بعض صحيح نقدر نقول بالبلدي زي ما بنقول في مصر هنا العزوه بتاعته بالظبط <applause> من ضمن الاسئله اللي جات لنا برضو يا سيدنا حد بيقول انا بقالي كتير ما روحتش الكنيسه وما صمتش لكن روحت الكنيسه علشان اخد حل من ابونا علشان اترشم بالانديل ابونا ما وقال ده طقس هل ده صح انه يمنعني وانا بقالي كتير ما روحتش الكنيسه وكان نفسي اخد بركه الصوم قبل العيد والخمسين المقدسه؟ طبعا انا ما اقدرش احكم ابونا قصده ايه جايز هذا الاخ يكون ابونا بس عايز ينبهه إن غيابك عن الكنيسة ده مش مظبوط فبينبهوا بالطريقة دي م. فأنت ما يعني ما تزعلش وروح بقى خلاص خلص العيد وخلص الانديل روح أقول له يا بني نفسي أبقى موجود على طول في الكنيسة مش بس في المواسم م. ويبقى أبونا ده أب اعترافك وتبقى تتصاحب عليه و... و... وتعيشوا مع بعض في كنيسة في حياة مقدسة يعني مش لازم يبقى في زعل وشكوى يعني م. بنسال اسئله من النوعيه دي كتير يعني كل حاله بتبقى فرديه يفكروا ان هو ده الطبيعي وان هو ده العام وان هو ده اللي المفروض يحصل ولكن هي بتبقى على ما اعتقد حالات فرديه عشان كده انا مش بقدر احكم احنا على الهوا ليه بالظبط انا ما اعرفش ايه التفاصيل ما اعرفش ايه الخلفيات يعني احيانا مثلا يبقى واحد بعت سؤال يقول ابونا حرمني من التناول فاحنا ناخد فكره ابونا غلطان نسمع من طرف واحد بس نسمع ابونا يقول ده ده ضرب مراته او مطفش مش بيصرف عليها طب اذا ابونا عايز يضغط عليه ان هو يصلح غلطاته علشان يعيش كويس واسرته ما تبقاش متضرره منه او واحد بيشرب مخدرات او بيشرب خمور او اي حاجه غلط فهو جايز بيوقفه عند حده علشان يفوق لنفسه طبعا بالنسبه لاباء الكهنه بيستخدموا الحنيه مع الشده دي مع دي لان الشده كتير تكسر والحنية الكتير بتخلي الإنسان لين ما يتوبش صحيح أه لو اتكلمنا سيدنا عن بعض الشخصيات اللي كانت موجودة أه لحظة دفن السيد المسيح أه شخصيات كانت مميزة وظهرت أو نقدر نقول أه نجمها لمع في الوقت دوت وكان ليها دور كبير ومؤثر شخصية القديس نيقوديموس ويوسف الرامي أه المال والسلطة واحد سخر ماله علشان يخدم السيد المسيح، وواحد سخر سلطته علشان يخدم السيد المسيح، والاتنين ما خافوش، والاتنين خدموه لغاية لما دخلوه القبر يعني. أه نتعلم إيه منهم يا سيدنا ونطلع من الشخصيتين دولت مستفيدين إيه؟ طبعًا هما اتنين فعلًا حلوين وذكر إسمهم في تاريخ الكنيسة ومذكورين في لحن غلغوثة، أخذوا الكرامة دي إن هما بأيديهم كفنوا السيد المسيح ودفنوه. آه زي ما حضرتك قلت ان واحد كان غني اللي هو يوسف والثاني كان في مجمع سنهدريم وكانوا الاثنين ليهم سلطان لكن ما كانوش موافقين على اللي عملوه اليهود في المسيح طبعا مش موافقين لكن دورهم غير مؤثر يعني لما يكون مجمع سنهدريم عدد 72 شيخ وهم اثنين هيبقى اثنين قدام سبعين سبعين قرارهم ما يمشي ممكن الواحد يقول انا مش موافق لكن في الاخر بتيجي بالاغلبيه هم عبروا عن عدم موافقتهم ان هم تجاسروا وراحوا لبلاطس قالوا احنا عايزين ندفن يسوع واخذوا هذه البركه والشرف والكرامه دي ان هم كفنوا المسيح دي معناها ايه ان احيانا تبقى في بعض الاوضاع غلط انت مش قادر تصلح الغلط على الاقل تبقى شاهد ان الكلام ده انا مش موافق عليه بس مش بالهياج ولا بالثوره لكن بالطريقه العمليه اللي تقول انا مش موافق على التصرف الغلط لان في كتير في المجتمع حاجات غلط احنا مش بنقدر نصلحها صحيح لكن نقدر نشهد شهاده هاديه قويه بدون ان نميل للخطا ودون ان احنا نتهور ونصلح الغلط بغلط مم. وكلنا معرضين ان احنا نيجي في وقت يا ننكر ونخاف يا نخدم ونكون مع السيد المسيح. هو كان بقى فعلا من النوع اللي هم كانوا بيخدموا مم. بالرغم الحدث كان خطر. كان يخوف اي حد أبع. مكانهم كان ممكن يخاف. قال الخطور يقول انا مش هجيب وجع القلب النفسي صحيح. واضطهد واخسر مركزي وده يقول لك انا اخسر فلوسي. صحيح. فا ايه شيء جميل احنا لو معانا فلوس نستخدمها صح وقد ايه لو معانا سلطه نستخدمها صح والاثنين مش وحشين ناس كتير بتاخد فكره غلط عن الشخص الغني ان شخص معاه فلوس وشخص ممكن ما يخدمش وشخص يكون قلبه جامد والسلطه هكذا حد يقول لك ده مركز كبير يا عم مش هقدر اكلمه ده ممكن يوديني في داهيه فالاثنين معاك حق يعني المفروض اي انسان في اي مكان يستخدم ما اعطي له من آه صلاحيات لخدمه الصح مش انحياز مم. يعني اخدم الصح مش انحياز مش عبير جميل يعني ما مش انحياز لاي ك... حاجه وخلاص لمجرد اللي انا تبعها او اللي انا شخص اعرفه انحياز مع الصح مع الصح مم. يعني استاذ في الجامعه له صلاحيات ان هو ينجح ويسقط صحيح. بس مع الصح مم. ليه تظلم طلب عشان خاطر اي اتجاهات اخرى غير العلم اللي انت بتدرسه مثلا ظابط في البوليس، انت ليك حق ان انت تقبض على حد، بتكتب محضر، ممكن المحضر دوت يوديه السجن لو ان المعلومات مش مظبوطه مش دقيقه، فيها انحياز. استخدم سلطتك لخدمه الناس في الصح. لكن خدمه الناس في الغلط يعني ايه؟ اه احد يروح يقول له احنا اصحاب يروح مطار ايه مبوظ المحضر عشان خاطر استخدم سلطته في انه يخدم زميله بس مش في الصح. خلينا احنا دايما نخدم الناس بما اعطي لينا من وزنات او امكانيات او سلطات في الصح في الصح هل ممكن اندم يا سيدنا لو عملت الصح؟ ممكن لو ممكن اندم لو عملت الصح واضطهدت مثلا او الصح اللي انا عملته ده ضرني فيما بعد مش ممكن انسان يندم ليه؟ لان ربنا مش ممكن يتخلى عن انسان ضميره حي حتى لو انا انضريت جزئيا لكن في الآخر تقول للخير يعني يوسف الصديق أعظم مثل قعد من سن 17 لسن 30 مظلوم 13 سنة لكن كل الظلم ده قال في الآخر أنه يبقى الرجل الثاني في مصر بعد الفرعون فربنا لازم هينصفه وهيستخدم الفترة اللي هو كان فيها اتظلم لتهذيب نفسه وتقويته يبقى حاكم قوي مش متربي بتربية هزيلة لينة فمن نخافش وأكيد لو حصل كده أكيد تعوضات ربنا هتكون كبيرة وأكيد ربنا هيعوضنا عن أكيد. كل ما وليها بقى ما نعرفهاش آه لو اتكلمنا عن بعض الشخصيات التانية واتكلمنا عن شخصية يوحنا الحبيب قد ايه كان شخص حنين وكان شخص حساس وكان شخص رقيق جدا وكنا بنشوفه يعني دايما في الصور وفي القصص اللي بنسمعها ان هو كان دايما مع السيد المسيح ويحب ان هو يحضن السيد المسيح وينام على كتفه يوحنا الحبيب نتعلم منه ايه من حنيته ديت وقد ايه هو فرق معاه محبه السيد المسيح ليه قد ايه شبع من محبه السيد المسيح ليه وقد ايه هو كمان اتاثر وتعب لما شافه بيتعذب وبيتصلب يوحنا كان حبيب فعلا ويقال ان هو كان من ضمن مجموعه الغيوريين اللي هم كانوا تنظيم سري يهدف الى قلب الحكم وابعاد الرومان عن الدوله بتاعتهم ويبقى فيه الملك اسرائيلي ويعيشوا ايام بقى الحلم بتاع داوود وسليمان وقد يكون ده سبب ان هم تابعوا المسيح على امل ان هو هيبقى الملك عشان كده هو من ضمن ابني زبدي اللي امهم طلبت من المسيح واحد يكون عن يمينه وواحد عن يساره في ملكوته يعني يبقى الملك فهو احب المسيح واحب بلده واحب الديانه اليهوديه وبيدافع عنها المسيح كرس هذه المشاعر والاحاسيس دي وخلاه رائع في الحب عشان كده بقى رسول المحبه وهو اكتر واحد اتكلم وكتب عن المحبه وهو اللي قال لنا الله محبه في رسالته وقال ان اللي ما يحبش اخوه يبقى مش بيحب ربنا ويقال عنه في اواخر حياته وهو عجوز كانوا يشيلوه يجيبوه الكنيسه عشان يوعظ كان يقول لهم احبوا بعضكم بعض كان هي دي رسالة اللي سايبها لأحبائه وتلامذته كل يتعلموا منه هو فعلا رسول الحب يوحنا الحبيب بيمثل ناس كتير ومخدومين كتير بنشوفهم في الكنيسة بيبقوا محتاجين وعطشانين للحب ومحتاجين اللي يحس بيهم واللي يحنوا عليهم وأكيد ينبوع الحب الرئيسي والأساسي هو السيد المسيح فنتعلم إيه من ربنا واللي عمله مع يوحنا الحبيب علشان خاطر اللي هو نشبع المخدومين من الحب ونشبعهم روحيا طبعا اي خادم في اي مكان يعني شماس او كاهن او غيره لازم يكون طاقه حب لان حتى القديس أوستينوس قال لن يخلص بسببك الا من يحبك طبيعي الواحد ممكن يكون في ناس مش مستريح حاله يعني انا شخصيا ناس كتير بتحبني في ناس تانية مش مستريح حاله من غير ما اعمل حاجه يعني من غير بنحبك يا سيدي. زي لك ابغضوني بلا سبب مم. اللي مش مستريح لي دوت مش ممكن يستفيد مني مم. لو قلت له درر مش عايز يسمع صحيح لو فتح التلفزيون ده تلقاني يقول لك تغير دا ففعلا مهم جدا ان انا افرش قاعده كبيره من الحب علشان اقدر اخدم الناس اي كاهن بيترسم قبل ما يبتدي خدمته لازم الناس تحبه لازم يزور البيوت ويتعرف على الناس ولازم يتلامس معاهم عن مع قرب ولازم يبتسم في وجوههم ويطبطب ويحتضن ويساعد ويظهر محبته بطريقه عمليه مش مجرد كلمات بعد ما بحبهم حتى لو اديت لهم تعليمات وشديت عليهم هم بيحبوني لكن لما ابتدي بالتنظيم والتعليمات وشيل وحط وناس تكرهني مهما عملت مش هيقبلوا خدمتك بعد كذا صحيح واحنا في ايامنا دي يا سيدنا في امس الحاجه للحب في امس الحاجه للشخص الـ يحس الـ بينا ويسمعنا ويطبطب علينا كل تاكيد يعني احنا في ظروف مخليها الناس كلها تعبانه مم. ومحتاجه الطبطبه محتاجة الحنيه والابتسامه والكلمه الحنينه طبعا مع مع اخذ في الاعتبار ان في بعض الناس يحبوا يستجلبوا هذا العطف والحب ويستاثروا بالشخص يعني ابونا ده بتاعي انا فابونا بيبقى حريص ان هو يكون شديد شويه معاهم علشان ما يبقاش في نوع من الاستيلة انا انا ملكيه عامه فيبقى بحكمه بيتصرف بحب مع الكل الشخص اللي هو عايز يست تاثر عليه يديله بس حته حدود علشان يبقى المحبه ما تنحرفش الى اتجاهات مش مظبوطه صحيح المحبه مطلوبه والحب مطلوب لكن حب الامتلاك هو اللي مش مطلوب طبعا آه لو نرجع سيدنا للقيامه وافراح القيامه وقوه القيامه آه ليه رغم المعجزات الكتير اللي حصلت والقيامه المهيبه رب المجد اليهود برضو ما امنوش وبيشككوا في القيامه لغايه دلوقتي هو طبعا السيد المسيح نفسه في المثل بتاع الغني والعازر لما قال ان الغني قال لابراهيم ابعت لعاذر يقول لاخواتي فقال له عندهم موسى الانبياء فقال له برضه لو املهم واحد من امواتي يصدق قال له لو ما صدقوش موسى الانبياء ولو ان قام احد من الاموات مش هيصدق فالمسيح سبق واشار ان في ناس هتصدق في ناس مش هتصدق الحاجة العجيبة إن الحراس لما راحوا وقالوا الرؤساء الكهنة إن المسيح قام وإحنا شفنا وشفنا ظهوراته أو فقال لهم طب خدوا الفلوس دي وقولوا إن تلاميذه آتوا ليلة وسرقوه نحن نيام طب ما إحنا نيام دي معناها في مسألة قدام القائد اللي بعتهم حراس قال لما الوالي يسمع احنا هنقول له ما جراش حاجه و ونصيركم بدون مسؤوليه يعني طب انتوا ليه تطمسوا الحقيقه بالرشوه؟ لما يجوا الحراس الرومان اللي هم وثنيين يقول لكم يسوع اللي انتوا دفنتوه قام بتبتدي راجعوا نفسكم ليه انتوا تطمسوا الحقيقه؟ حاجه تغيظ وطبعا الاشاعه اللي هم قالوها دحك تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام انتوا كنتوا نيام عرفتوا ازاي التلاميذ هم اللي جم مفيش الحبكة الدرامية نقص الحبكة يا سيد وبعدين انتوا حراس هتناموا ازاي مش فينا بطشية حد يبقى صح حد نايم مم. فيعني الكذبة ما ملهاش رجلية مع ذلك اليهود شاع عندهم هذا القول حتى هذا اليوم مم. لو اتكلمنا سيدنا عن نزول السيد المسيح بعد الصلب وقبل القيامة للجحيم علشان ياخد نفوس الأبرار المنتظرين في الجحيم وبنصلي في القداس وبنقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب من خلال مناقشتي مع بعض الشخصيات ومن بعض الطوايف الثانية قال لك الكلمة دي ملهاش أي أساس من الصحة والكلمة دي مش مذكورة في الكتاب المقدس ولا لها أي مرجع ولا لها أي آية أنا شخصيا ما عرفتش أرد عليه في الوقت ده لكن يفتك ترد عليهم وتقول لهم ايه اللي كل حد ممكن يسال السؤال ده والناس او بعض الناس ما يعرفوش يجاوبوا عليه. اولا هي عقيده موجوده في الكنيسه من البدايه مش حاجه حد الفها ولو من الناس اللي بتعترض ان العقيده دي مش موجوده يقولوا لنا طيب هي دخلت الكنيسه امتى؟ يعني لو موجوده مثلا من القرن الخامس كنا قلنا اه دي حاجه اختراع لكن دي موجوده من الاول. محدش يقدر يرصد ان هي ظهرت امتى موجوده من البدايه وفي عظه مشهوره جدا للقديس اسمه ابيفانيوس اسقف قبرص قالها في يوم سبت النور الكلام ده في القرن الرابع اتكلم فيها عن نزول المسيح للجحيم المستند الكتابي موجوده في رساله بطرس وفي رساله افسس وفي نفس الوقت في نبوه في المزمور يقول لم تترك نفسي في الهاويه ولا جاء ولا قدوسك يرى فسادا ودي استخدمها بطرس الرسول في سفر الاعمال ان المسيح جسده لم يعين فساد فهنا في جزئين لم تترك نفسي في الهوية يعني المسيح نزل الجحيم ولا قدوسك يرى فسادا اللي هو الجسد اللي موجود في القبر لم يرى فسادا اذا واستخدمها بطرس من المزمور على ان بيتكلم عن المسيح طب هو المسيح نزل الهوية ازاي اذا كان هو ما فيش نزول للجحيم في العهد القديم أي حد يتكلم عن الموت قال لك تحضرون شيبتي إلى الهاوية إذا كلهم حبسوا في الجحيم صحيح طب لغاية إمتى؟ لغاية ما جاء المسيح طلعهم طيب لو ما كانش العقيدة دي مظبوط هيبقى أبرار العهد القديم راحوا فين؟ راحوا الفردوس مظبوط والأشرار راحوا الجحيم م. المسيح ما عملش حاجة يوم الجمعة العظيم طب هو اتصلب ليه؟ صحيح يعني لو هو قبل ما يجي الابرار بيروحوا الفردوس والاشرار رايحين الجحيم. هو نزل ليه؟ هو بقى اساسا جاي ليه؟ مظبوط. ايه لازم مجيء المسيح وتجسده؟ يعني احيانا الواحد يرفض عقيده بعدين يلاقي نفسه دخل في ورطه طب ايه اثبت لي بقى اهميه مجيء المسيح اذا كان من البدايه الابرار مش محتاجين خلاص والاشرار ضاعوا. المشككين كتير يا سيدنا ولكن تبقى الحقيقه واحده وثابته دايما للابد يعني. انا بشكر نيافتك جدا يا سيدنا ومتشكرين على يعني سعه صدر نيافتك واجابات نيافتك على كل تساؤلاتنا وكل تساؤلات المشاهدين وكانت حلقه مميزه وحلقه يعني غنيه بتتكلم عن افراح القيامه. شكرا جدا لنيافتك يا سيدنا، شكرا نيافة الحبر الجليل الانبا رفائيل اسقف عام كنائس وسط القاهره، كلمنا عن افراح القيامه وقوه القيامه اللي بركتها تكون دايما معانا وتحل جوه بيوتنا شكرا لحضراتكم مشاهدينا على متابعتكم لينا والى اللقاء